إذا ننتظر لحظة إعلان النتائج بعد قليل. إذا وصلنا إلى اللحظات الحاسمة، لحظة إعلان الفائز في هذه الحلقة. كابتن كريم، اللي متابعنا من بداية الحلقة يعرف من الفائز، لكن اللي التحق بينا نصف الحلقة ما يدري شنو الموضوع، وممكن يعني كابتن حيدر محمود هيك بكيفه يختلف على الفريق الفائز ويعلن الخاسر هو الفائز بهاي الحلقة. كابتن حيدر كان يجامل بعض اللاعبين، يجامل لا لا كان محايد ونجح بالمهمة الحمد لله. هذا تحدي الحبيب جعفر. ايه كابتن عباس، والله الكل كانوا رائعين، اللاعبين وكابتن حيدر وكابتن كريم، الله يبارك فيكم، والاخوان اللي خلف الكواليس والجمهور، فتحياتنا للجميع. اكيد مشاهدينا ماكو خسران في برنامج كوره، بمجرد المشاركه والمعايشه مع نجوم الكره العراقيه هي مكسب للاعبين الشباب، يتعلمون من هذه التجارب، من نصائح لجنه التحكيم والتقييم. كابتن حيدر، لحظه اعلان النتائج يمك. أشكر طبعاً الكباتن الأعزاء كابتن عباس كابتن كريم على اليوم تحليلهم بشكل الأمثل للاعبين. اليوم أكيد كان تحدي جداً يعني منافس، نقول وشريف. اليوم الفريقين قدموا مستوى يمكن آخر تحدي لحسبة النتيجة، هاي دلالة تكون فعلاً كانت أكو منافسة وأكو تحدي. الفريق الفائز اليوم هو قطاع 27 واللي يستحق اليوم الفوز، وهاردك الى فريق الشماعيه اليوم ايضا قدموا مستوى جيد، لكن هذه الكره القادمه نقول هذه التحديات. مبروك للفريق الفائز. شو ما احتفلوا هسه راح اعطيهم المايك واحتفلوا. نروح منه روحوا يلا. إذن مع هذه الأهازيج نختم حلقة كورة هذا المساء، نلتقي غدا. السلام عليكم ورحمة الله.